الحولي 29 7/2013 قامت طائرات النظام قبل قليل طائرات الميج 21 بشن غارة جوية على مدينة الحولة وقامت خلالها بإلقاء عدد كبير من القنابل العنقودية مما أسفر عن احتراق عدد من الحرائق أو احتراق عدد كبير من المنازل كما تشاهدون شاهدوا الحرائق في كل مكان نتيجة لهذه القذائف طبعا تعالوا وشاهدوا قذائف سقطت في ذلك المكان قذائف في ذلك المكان قذائف في هذا المكان قذائف بشكل متفرق تعالوا لنرى هذه الحرائق تعالوا نفس الدرس يجوز